صباح النور، مرحبا بكم. البارحة تلعبت الدفعة الثانية من مقابلة الجولة الخامسة من البطولة. نعطيكم النتائج والاستنتاجات وأهم محصول في المقابلات متاع البارح، بعد نعطيكم البرنامج متاع الجولة القادمة بالنسبة للبطولة. نبدأ بالمقابلة الأولى، نبدأ بانتصار ترجي جرجيس البارح على ميدان وقدام الترجي الرياضي التونسي 1-0. البونت الوحيد تمركب في دقيقة 17 عن طريق يسري ضيف اللاوي، 4 انتصارات على 5 مقابلات. بالنسبة للعكارة نحكي على 8 نقاط على 15 ممكنة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، وحصيلة نجم تعجل برحيل كاردوزو المدرب اللي قرب من مغادرة الفريق أكثر من أي وقت مضى حسب المعلومات اللي عنا. المقابلة الثانية تلعبت في سوسة، النجم الرياضي الساحلي ملعب التونسي. ملعب التونسي يروح بانتصار و3 نقاط، 1-1، هدف زادت مركب في دقيقة 17 عن 3 أهداف مركب في دقيقة 17 في البطولة في مقابلة البارح. وأول انتصار للاستاد خارج الميدان، الملعب التونسي اللي حقق 3 انتصارات من 5 مقابلات. النجم الرياضي الساحلي هزيمة ثانية في الملعب الأولمبي بسوسة، 3 هزائم في المجمل من 5 مقابلات، نحكيه على 4 نقاط في 5 جولات للنجم الرياضي الساحلي. حصيلة عجلت بالاستغناء على المدرب حمادي الدو، المفاوضات انطلقت مع محمد المكشر لتعويضه. مقابلة القوافل الرياضية بقبصة والأولمبي البيجي، الأولمبي البيجي يروح ب3 نقاط، 2-0 يربح الأولمبي البيجي. بونتو الإسكندر الصغير في دقيقة 15 وبونتو الربيع الحمري في الدقيقة 82، انتصار جديد 5 مقابلات 5 هزائم. إذا كان نحكيه على القوافل الرياضية بقبصة ما عندها حتى نقطة، 0 نقطة للقوافل. في المقابل كما قلنا انتصار جديد للأولمبي البيجي، 5 و5 نقول على الأولمبي البيجي، 5-5، 5 مقابلات 5 انتصارات 15 نقطة، صدارة البطولة بعد 5 جولات. مستقبل جابس ومستقبل سليمان، مستقبل سليمان هو اللي يربح المقابلة 2-1 خارج الميدان امتاعه. إذا كان نحكيه على السكور 2-1 يزمنا نفهمه أنه المستقبل جابس هو اللي افتتح نتيجة في الدقيقة 17 كما قلنا، 3 هدف في الدقيقة 17 نحكيه عليه. بونتو حسين منصور بالنسبة للمستقبل الرياضي بجابس قابلته 2 أهداف مركهم لاعب واحد في المستقبل سليمان هو أمان الله مجهد المدافع الأيسر مركز بونتو في 51 و70، وعطى الانتصار الفريق مستقبل سليمان بارح خارج الميدان. هو أول انتصار مستقبل سليمان يجي من خارج الميدان الموسم هذا، أول هزيمة المستقبل جابس في جابس. فما أخبار غير مؤكدة تتحدث على إقالة وشيكة للمدرب عبد المجيد بن جيلاني. اتحاد بن قردان اتحاد تطاوين مقابلة في 2-0 البارح للاتحاد بن قردان على ميدانه. بونتو أول نسيم سيود بضرب الجزاء في دقيقة 62، وبعد ناموري كايتا مركز ضد الكاج متاعه ضد مرميه في دقيقة 71 لعب اتحاد تطاوين هو اللي سجل الهدف الثاني لاتحاد بن قردان. هو اتحاد بن قردان ضيع زاد ضرب الجزاء من حسام الحباسي، لكن إذا كان نحكيه على الانتصار هذا فهو أول انتصار للبن قردان بعد 4 هزائم متتالية ورابع هزيمة التطاوين في 5 مقابلات من انطلاقة البطولة. الترتيب بعد مقابلات البارح، بعد مقابلات الجولة الخامسة، بعد مفات الجولة هذه، الأولمبي البيجي في الصدارة عنده 15 نقطة، بعد النادي الإفريقي 13 نقطة. في المركز الثاني الترجي الجرجيسي الثالث ب12 نقطة، اتحاد المنستير الرابع ب11 نقطة، الملعب التونسي الخامس ب10 نقاط، بعد الترجي والسياسات كل فريق عنده 8 نقاط. نحكيه على شبيبة العمران موجود في المركز الثامن عنده 6 نقاط، وثلاثي موجود في المركز اللي بعده المركز التاسع نجم المتلوي مستقبل جابس ومستقبل سليمان 5 نقاط لكل فريق. بعدهم النجم الرياضي الساحلي 12 المركز 12 ب4 نقاط، اتحاد بن قردان عنده 3 نقاط كيف وكيف النادي البنزرتي كيف اتحاد تطاوين، وكما قلنا من الاول القوافل الرياضيه بقفصه في المركز الاخير ما عنده حتى نقطه. البرنامج بالنسبة للجولة القادمة، الجولة السادسة بكندا هذه تتلعب بالمقابلات نهار السبت 26 أكتوبر، الأولمبي البيجي مع النادي الإفريقي مع الساعتين ونص نفس التوقيت، نجم المتلوي مع النجم الرياضي الساحلي، اتحاد تطاوين مع شبيبة العمران. مقابلة وحيدة نهار السبت تنطلق مع 35 دقيقة، 5:30 تاع العشية الترجي الرياضي التونسي مع النادي البنزرتي. نهار الأحد بقية المقابلات تاع الجولة هذه، الجولة السادسة الملعب التونسي مع مستقبل جيبس بداية من 2:30، مستقبل سليمان يستقبل اتحاد بن قردان، اتحاد المنستيري يستقبل القوافل الرياضية بقفص. هذه كلها مقابلات تتلعب نهار الأحد 2:30، ومقابلة وحيدة تنطلق 4:30 في المهيري مقابلة السياسات وترجي جرجيس. نكمل بالكرة في أوروبا، الكرة
في البطولات الأوروبية. نعطيكم أهم النتائج اللي تحققت البارح في البريمير ليج الجولة الثامنة، وولفرهامبتون مع مانشستر سيتي. مانشستر سيتي يربح خارج الميدان 2-1. ليفربول تشيلسي مقابلة القمة، وفات ليفربول 2-1 بليش ليفربول بعد يعادل تشيلسي، وبعد يكمل ليفربول بعد نقوله دقائق ولا لحظات يسجل الهدف الثاني ويربح المقابلة متاعه ويحافظ على الصدارة. في الليغا برشلونة البارح يربح سيفي 5-1. جافي يرجع للميادين، البارح يشارك في المقابلة كان احتياطي ودخل بعد إصابة بعدته تقريبا عام على الميادين. في السيريال قمة كانت بين روما وإنتر، إنتر يربح خارج الميدان 1-0 قدام جمعية روما. وفي الليغا في فرنسا ليون يربح بفارق 4 أهداف قدام الوافر، البارح يربح 4 بليش خارج الميدان. مونبولييه مع مارسي، مارسي زاد يربح فارق كبير خارج الميدان يربح 5-0. ونونت مع نيس مقابلة فات بالتعادل 1-1. علي العابدي مقابلة كاملة مع نيس خرج نقوله في آخر اللحظات في الدقيقة 90 تقريبا خلى مكانه، دونك نجم نقوله مقابلة كاملة علي العابدي البارح مع نيس قدام نونت والتعادل 1-1. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على تروادو.فم وزيكا فام.نت.